السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، ومعكم في درس جديد من دروس الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. في الفترة السابقة كنا تكلمنا على برنامج البيانات والمعلومات، وقمنا بالتفريق بين البيان وبين المعلومات. الدرس النهاردة هيكون الأسبوع ده يعني مصمم على إزاي إحنا ننشئ جدول بيانات، والجدول ده بنحدد فيه نوع البيان، الخصائص اللي بتجمع كل صف، يعني لا نضع مثلا أشياء لا تتناسب مع الصف كمعلومات يعني، وأن نعطي لكل عمود عنوانا أو اسما مناسبا. الآن كنا تكلمنا على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، فكيف يمكن عملها عن طريق برنامج مايكروسوفت إكسل. يعني في خطوات هتتبعها أنت عمليا من صاد 106 ولغاية وصولا كما أخذنا في بعض الحصص أنه هنكتب لغاية 107 بهذا الشكل، تمام؟ فأنا هنذهب إلى برنامج الإكسل، تمام، وهقوم زي ما انت شايف كده إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. هنكتب هنا في العمود ده، طبعا ده هو أساسا عبارة عن بنعمل ميرج سيل سنتر علشان ندمج الخلايا اللي هي بحيث ان البيان او العنوان يكون متداخل في الاربع خلايا، تمام. ميرج سنتر، خلي الكلام، تجعل الكلام او النص متداخل في الخلايا. طيب سريعا بعد كده هتكتب اسم الجهاز، تاريخ الجمع، الكمية، الوزن، وهتكتب بياناتك، الشاشة بتاريخها بكميتها بوزنها وهكذا اللي احنا عملناه ده. طبعا انا هتراجع عن اللي انا عملته لغاية الخطوة دي، تمام. طيب ايه المطلوب هنا بالنسبة لنا في الدرس بتاع النهاردة؟ ان احنا ازاي نعمل فرز لبياناتنا، تمام، بحيث ان احنا نوصل للبيانات بسهولة ويسر، ونستطيع من خلال هذا الامر ان احنا ناخد قرارات سليمة، تمام. هنعمل ايه؟ اول شيء هنظلل من اول A2 لغاية D5، تمام كده. طيب ملكش دعوة بالعنوان اللي فوق، وبعدين هتروح لفورمات از تيبل، تمام، وهتروح تاخد اللي هو في الميديم، هتروح تاخد اللي هو تيبل ستايل ميديم 7، تمام. يمكن بس عشان نوع الويندوز عندي مختلف، لكن هو فيه هنا هيدر تيبل، لكن ده هيوفي بالغرض يعني. ستايل تيبل ستايل ميديم 7، هتضغط عليه هيقول لك الرينج وير از داتا فور يو تيبل، وهنا زي ما قلت لك ماي تيبل هاز هيدر، لازم تخلي علامه الصح اللي تشيك بوكس دي شغاله، وانت عندك دلوقتي طومض في وميض للمنطقه التي تم تحديدها اللي هي A2، طبعا ما عليك من الدولار ساين ده، و D5. هتقول له اوكي، هيتحول زي ما انت شايف كده، هيبقى عندك بوكس هنا كهيدر تستطيع من خلاله ان تقوم بعملية الفرز والتصفية. طيب انا عند الجهاز لو ضغطت على الزر ده، تمام، هيطلع لي عندي sort A to Z او sort Z to A، وعندي هنا التكست فلتر، الحاجات اللي انا هعمل عليها الفلترة، اللي هو انا عندي سيلكت اول، يعني انا اخترت كل الشاشات والفاره ولوحه المفاتيح. انا مبدئيا يعني انا لو عايز اعمل من A to Z، بص كده معايا هيحصل ايه. لو انا اخترت A to Z يعني من الالف الى الياء على الابجدي، هيقول لك الشاشه، الفاره، لوحه المفاتيح، تمام. طيب لو انا جيت على تاريخ الجمع وقلت له انا عايز التاريخ، بيبقى فيه اولد ونيو، اولدست ونيوست، تمام. فهضغط على مثلا لو انا عايز من النيو للاولدست اهو بيغير،
يبقى عندك من 12 5 وبعدين 8 3 وبعدين 17 1. طب افرض الكميه عايز اغير برضو فيها اهو، من الايه، من السمول لللارجست، او من اللارجست للسمول، زي ما انت عايز تختار مثلا اللي انت عايزه. يعمل لك ايه؟ من السمول 24 28. طب في الوزن هنا اغير اخليها من اللارجست للسمول، هيعمل لك من الكبير للصغير. تمام. ده باختصار طريقه الايه، طريقه عمل فرز للبيانات. تمام. طيب انا لو عايز هنا اخلي الفرز بتاعي على حاجات معينه، بشيل التشيك بوكس بتاع السيلكت اول، تمام، وبروح اختار مثلا انا عايز اعمل الفرز على الفاره ولوحه المفاتيح، واقول له اوكي. بتختفي الشاشه، بتختفي الشاشه، تمام، وتظهر بيانات لوحه المفاتيح والفاره اللي انت اخترتها من هنا، تمام. وحتى هو بيقول لك ايه، انه الفاره ايكوال لوحه المفاتيح، الاثنين دول بس، تمام. طيب هل الشاشه تم ازالتها؟ لا، لم يتم ازالتها، مش ريموفد، زي ما هي موجوده، بس انت اللي بتختار تعمل التصنيف بتاعك والفرز عليها. عشان كده دي من جمال وقوه برنامج الاكسل، وطبعا الاكسس طبعا ان شاء الله تدرسه في مرحله تانية، ان انت ازاي تنظم المعلومه في جدول، تعرف توصل لها بسرعه، تعرف تاخد قرارك. ده ملخص الدرس، ده اللي احنا عايزين نوصله له، تمام. طب افرض واحد قال لي انا من الشباب انا عايز ارجع وارجع الايه الـ الشاشه، تمام. فببساطه انت بتروح تعمل كلير للفلتر، تمام، بيروح راجع كله تاني مره تانية. هنعملها مره تانية، اعملها على تاريخ الجمع. تاريخ الجمع انا عايز ازيل ده كده، وعايز انا ايه ايار واذار مثلا، تمام. بص كده هيجيبهم ويظهر لك علامه الفلتر دي. لو عايز تلغيها وترجع مثلا لوحه المفاتيح كانت في تاريخ تاني، ماشي، ارجع تاني هنا ادوس على علامه اللي هو السورت التصفيه الفلتر، معلش، واروح اقول له كلير فلتر فروم تاريخ الجمع، يعني اضغط على دي ترجع كل حاجه تانية زي ما انت شايف كده، تمام. طيب انا هنا هروح الى، بس عشان ناخده التمرين البسيط ده، تمام. هنا بيقول لي اختار صاد 110، بيقول لي اختار الجداول التي يمكن ان تعتبر جداول بيانات منظمه. منظمه يعني ايه؟ منظمه يعني الاسم ما يخلش فيه العمر، يعني الاسم ابجدي ما يخشش فيه ايه، ما يخشش فيه ايه، ما يخشش فيه الارقام هنا، تمام. طيب اذا الاسم والعمر والهوايه، هنا الاسماء مظبوط، هنا العمر ارقام مظبوط، هنا الهوايه مظبوط. اذا نروح نعمل علامه صح على الجدول ده، تمام. طيب نبص على رقم 2، اسم عنوان هاتف، نيجي هنا نلاقي حمد وعنوانه والهاتف غلط طبعا، لانه هنا دخل نص، تمام. هنا الاسم دخل فيه 11 غلط، العنوان دخل فيه ارقام ما ينفعش، تمام. هنا برضه الهاتف فيه خالد وفيه غرافه، دول ابجدي، والهاتف بيبقى رقم، ما فيش رقم بيبقى فيه حاجات نصيه، اذا ده مش معانا، تمام، ده مش معانا. طيب نيجي هنا مرتب ده، لاول وهله سعد خالد حمد 8 10 11، هنا الهواية الرسم، الشتاء التصوير، الشتاء دي مش هواية، تمام، اذا ده مش معانا، تمام. نيجي هنا سعد خالد حمد، عنوان البريد الالكتروني مظبوط اهو، اسمك وعلى حسب الايميل بتاعك، ثم الهواتف كلها مظبوطة ومكتوبة بالارقام، اذا الجدول ده مظبوط في بيانات منظمة، تمام. ده بسرعة كده للايه، للدرس بتاع النهارده، تمام، وهنكمل ان شاء الله. هنا طبعا نمط بنرجع للكتاب بسرعه، كل ده احنا شرحناه، حلينا التمرين ده كمان. الفرز والتصفيه اللي انا عايز، دول انا عايز اختم بيهم، يعني فرز البيانات بيساعدك على فهم البيانات وتنظيمها بشكل افضل، الوصول للمعلومات التي تريدها بسهوله، اتخاذ قرارات مؤثره. الفرز بقى ده اللي انا عايز اوصل له، ان النصوص من A لZ او Z لA او من ألف للياء او من ياء لألف،
والأرقام من الأصغر للأكبر ومن الأكبر للأصغر، والتواريخ ومن الأقدم للأحدث ومن الأحدث إلى الأقدم، وشرحنا طريقة الفرز مرورا بكل الحاجات دي كلها، وإزاي نعمل التصفية وإزاي نلغيها، وصولا إلى كما ترى. هنكمل مع بعض حل تمرين اللي هو صاد 117، وانتبه معايا جيدا. الفكرة هنا في التمرين ده ان هو عايز ايه، اكتب اسم العمود الذي تم تطبيق الفرز عليه. يبقى هنكتب اسم العمود A ولا C ولا B ولا D، ونوع الفرز الذي تم تطبيقه لكل الجداول الأدنى، نوع الفرز يعني عددي ولا نصي وهكذا ابجدي يعني. طيب فاحنا ايه، هنروح ناخد القلم هنا، باكل مثلا هنا. طيب ايه الفرز اللي تم هنا؟ علامة الفرز فين؟ علامة الفرز هنا، تمام؟ علامة الفرز هنا، تمام؟ اهو علامة الفرز هنا، اهي علامة الفرز هنا. اذن العمود ايه؟ العمود سي، تمام. نوع الفرز، الفرز هنا نوع ايه؟ نصي ولا ابجدي ولا عددي؟ عددي. بنكتب ايه كلمة عددي؟ عددي، تمام. طيب نيجي هنا ل اخد خط كده اقل. بعدين هنا فين الفرز هنا يا شباب؟ يلا ها، A ولا B ولا C ولا D؟ الفرز فين؟ علامة الفرز اكبر واصغر A to Z هنا اهي ده. وبالتالي يبقى العمود A، تمام. ونوع الفرز ايه؟ نوع الفرز هنا اللي جوه نص عدد ولا نص؟ طبعا ايه؟ ابجدي. قول عليه ابجدي. يبقى اذن ابجدي، ابجدي، تمام. طيب بعد كده هنا اسم العمود اللي تم عليه التصفية سي، خلاص. طيب وايه عددي؟ لانه عدد وليس نص، عددي. طيب نيجي هنا اسم العمود اللي تعمل عليه ها، علامة الفرز فين؟ A ولا B ولا C ولا D؟ طبعا على المساحة اهو اهو ده علامة الفرز. اذا دي، تمام، ودي العمود دي، ونوع الفرز هيبقى عددي برضو نفس النظام، عددي، تمام. ماشي يا شباب، وبكده نكون تممنا التمرين بتاع 117، واتمنى ان يكون الفكره وصلت من الدرس بتاع الفرز والتصفيه للبيانات داخل برنامج اكسل. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.